عجبتني الزياره بزاف. احسن حاجه درتها الصباح واخا فقت بكري هي انني جابتني الصديقه ديالي سميره لهنايا. ما جيم بوكو سيت اندرووا جو تروف ادميرابل سكو لي جون داكادير اون في. الحمد لله من اليوم الاول قدرنا أن نستقبل عدد كبير من الناس على بجنسيات مختلفة. هذه أول زيارة لي لأكادير، وفاش جيت اقترحت عليا صديقة ديالي باش نجيو لهنايا القصبة. من بعد ما عرفت بأنها كانت مسدودة لمدة سنوات، أنا مفيتليش جيت ليها قبل، سي لا بروميير فوا، بغيت نجي ونشوف إن شاء الله. سمعت بلي راه ترممات وتزادوا فيها دي تخيك زوينين وأشياء زوينة، دونك قلت إن شاء الله نجي نشوفها ونوض نصبح بكري، جينا باش نضربوا فيها دويرة ونديروا واحد الزيارة. جينا الصباح وسولنا واحد السيد، قلنا ليه كيفاش عافاك نديروا ندخلوا القصبة، ورانا بلاصه لي تيكي، جينا باش نخدينا هنايا لي تيكي. السيده اللي في لي تيكي قالت لينا بلي كاينين عندهم لي تيكي سامبل ب 20 درهم، وكاينين لي زوديو غيد ب 30 درهم، وكاين غيد ب 100 درهم. خدينا لي تيكي ديالنا ودابا ان شاء الله غادي نمشيو نشوفوا القصبة. ما شاء الله تبارك الله، من بعد 60 عام باش وقع الزلزال وتريبات هاد القصبة، الناس داروا واحد المجهودات جبارة باش داروا التنقيب لديك المساجد، الحمام، المقهى الموريسكي، لي ميزون، ديك الشيء يا سلام. باقي ديك سيستم ما شاء الله غزال رائع، يعني ما احوجنا في المغرب لاماكن بحال هكا، خصوصا ان كاين معالم موريسكيه في هاد القصبه. القصبه عجبتني بزاف، بقات محافظه على الطابع ديالها، ما تبدلش فيها شي حاجه، يعني الترميم كان هائل. التصوير كاين تصوير مخير، يعني تقدر تدخل بوحديتك تاخذ بلا ما تاخذ قيد، كاين تصوير، كاينين لي بانو شارحين كل بلاصه شنو كان فيها بلي فوتو قدام. عجبتني الزياره بزاف. احسن حاجه درتها الصباح واخا فقت بكري هي انني جابتني الصديقه ديالي سميره لهنايا. اول مره ندخل لها من بعد الترميم، فعلا كاين واحد التغيير كبير، وكاين شي حوايج اللي ما عمري عرفتهم بان كاين هنا اضريحه، كاين هنا مقهى، كاين حمام، كاين مسجد، يعني تبارك الله مدينه كامله متكامله بنظام ري مقاد، سهريج كيجمعوا فيه الماء. صراحه سبحان الله، كانوا الناس زعما دايرين مدينه كامله بكل شيء المسائل ديالها. اللي عجبني بزاف هو انه المكان امن سيكوريزي، يعني حتى بنادم اللي جمع وليداته ما يخافش، تبارك الله كل شيء سيكوريزي، لي باساج مزيانين، وتقدر تدوز فيها نهار وانت كدور وما تكملهاش صراحه، حيت فريمون شي حاجه اللي هي مقاده، الثمن مناسب جدا، يعني مقارنه مع اماكن تاريخيه اخرى في المغرب. دخلت زعما الحمد لله عندي تجربه في اماكن كثيره هنا في المغرب، بالنسبه للثمن هنايا بالنسبه للناس المغاربه ديالنا مناسب، زعما اللي بغى يجي يشوف يدوز نهار زوين هنايا مع وليداتو ويريهم تاريخ زوين. صراحة انسيت افوار. Alors c'est une très belle visite. J'invite beaucoup de monde à venir visiter la Kasbah Oufella d'Agadir. Nous avons un guide qui nous donne beaucoup d'explications. Pas de souci pour on lui pose une question, il nous répond de façon très large. Très professionnel, voilà. Moi, j'aime beaucoup cet endroit. Je trouve admirable ce que les gens d'Agadir ont fait de cette cité, en fait, de cette ancienne cité. Vraiment, moi, j'invite tout le monde à venir visiter. Alhamdulillah, le jour le premier. قدرنا أن نستقبل عدد كبير من الناس على بجنسيات مختلفة، وكذلك الساكنة المحلية اللي فرحات الحمد لله، وكنا كلنا في انتظار أن هذه القصبة ديال أكادير وفلا تكون ديسبونيبل تفتح أبوابها ويجيو الناس أنهم يكتشفوا تاريخ المدينة وأسوارها العالية اللي كنا كنشوفوها من على برا. الحمد لله اليوم راه الباب مفتوح للجميع، يكفي أنه الإنسان يجي ويقوم بالزيارة ديالو وقدمنا لهم خدمات اللي فاهم مرافق وتاريخ هذه القصبة العريقة.